السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتحدث نور الدين المحمد الرئيس المؤقت الحزب الموريتانيا للإمام قيد الترخيص. اليوم يوم الأربعاء 14 فبراير 2024. البث المباشر ماني قادر نعدل على صفحتي الشخصية، عندي صفحة أخرى احتياطية غير اللي متابعينها من ياسرين، وصفحتي الشخصية بدون فيسبوك أتمنى معها للمرة الثانية ولا الثالثة منعها من البث المباشر باللي نهار تكلمت عن فلسطين وعن المقاومة بشي بسيط يا سريع. المهم قررت اني نسجل عيت نعدلها، سجل فيديوهات من تخرج الواية عجلانة ماني قادر حاليا يرتفع عني الحظر فيما يتعلق بالبث المباشر. نبقي نسول انه طرحت تساؤلات كمهتم بالشأن العام وكمواطن موريتاني وكرئيس حزب سياسي قيد الترخيص وكالمنسق العام للمشروع الإمام موريتانيا اللي له 7 سنوات هو يبحث في الاختلالات الإدارية والاقتصادية والتنموية والوطنية والبنيوية والدستورية والقانونية والتشريعية والإجرائية والأمور كاملة الاختلالات، وبالتالي من نشوف رواية ظاهرة عن اختلال أمور اللي يجي الاختلالات لابد من نطرحه هالبا بغض النظر كان معارضين ولا موالين. لاحظنا نهارنا معنا السيد محمد الغزواني الرئيس الحالي انه جات هون، جاء الوزير الاول الاسبانولي ومعاه المفوضه الاوروبيه في طائره واحده، راكبين طائره واحده. وراك شفنا خبر لموقع وكاله الاخبار وغيرها يقول عن دعم اوروبي لموريتانيا ب 500 مليون يورو وتم توقيع شيء ما نعرف هو شنو. المعلومات شحيحه، الحكومه بدونها ما هي قايله من هالشيء، والله ما هي مفصلتها. وزاره الداخليه شفنا ذاكر قالت على لسان امينها العام اللي ما سمعنا فيه رقم ولا استفدنا منه شيء لا نفيا ولا اثباتا. ما ولا عرفنا اللي شنو، احنا مهتمين بامور وطننا وبحوثته الترابيه ونعرف مشاكلنا الداخليه ومطلعين الى قدر من المشاكل الخارجيه اللي عند الاوروبيين ومن هالهجره غير الشرعيه وكونها طرحاتهم مشكله كبيره جدا وكونهم مطلعين على الرفض البات لعداله دوله تونس مع عدل تونس على لسان رئيسها قيس سعيد اللي قعد الوزير الداخليه الفرنسي ووزيرة الخارجيه والله وزيره الداخليه والله وزيره الخارجيه الالمانيه وقعدهم بالحرف الواحد قدام التلفزيون انه ما هو قابل يعني يجابوا له الفارقه اللي صوقهم عن حدودهم اللي جايينهم في الاحياء وجايينهم في القوارب عنهم تعود تونس يجمعوا لها يتم يجمع لها تلقاط لقف السيل اللي يجيهم هما الاول لقف السيل حق اللي يجي في البحر يجي لايطاليا ويجي الحدود الاوروبيه انه يتم يبارك شرط تونس قال انه ما هو قابلها وراي تونس فاصله ما كيف موريتانيا فاصله في ياسر من التمويل وعندها ياسر مشاكل اقتصاديه رقبيه اللي تونس ما عندها من خيرات كثير عندها لا شيء من السياحه ورقعتها الترابيه صغيره قالت انها راضيه. شفنا المغرب ومليك بعض قرار سيادي قال انه ما هو قابلها المغرب اللي زرهم هما المغرب هو اوروبا حكم انخلاط اللي مضيق جبل طارق عنده وسفته ومليليه قاع مستعمره مصبانيه اللي داخلين في المغرب داخلين قاع في القاره الافريقيه ومع الحالة دي وخلاط والمغاربة ياسرين اللي يقطعوا يحرقوا قالوا هم شور أوروبا ومواطنين المغاربة أكثر منهم اللي يدفعوا من موريتانيا كذلك التونسيين اللي يدفعوا شور إيطاليا معروف عن تونس وإيطاليا علاقتها خاصة ولا دافعين زادهم شورهم وياسر من المهاجرين غير الشرعيين جايين من الدول اللي رفضت أنها تستقبل تلقاط ولقف السيل اللي يجيها اللي هم أوروبا تباليه لها وتكريها عليه. ليبيا اللي عندها مشكله كبيره ركاتيه وفيها ثوره ومنقسمه شور دولتين، دوله في بنغازي في راسها صندري هنتات ودوله في الزر الاخر عليها جماعه اخرى قالت بعد عاد عندها بعد من العقل ومن الحلاقه ومن فهمها ما هي قابله للتباليه المالي. الروايه اللي بات عنها ليبيا وبات عنها تونس وبات عنها المغرب والجزائر غادي عنهم لو تبحث الجزائر غادي عنهم ما جروا اللي يقولوا هذا الجزائر مطرقه ولا تراجع على الساحل الاحمر. وبها اليوم اللي ما زويلي استغفر الله العظيم يقولون احنا وكلام محمد مثلا ما قاعدين ما يراعوا قاع في الحوادث ويندي عنهم قاع ما قدروا يعرضوا عليهم الاوروبيين حويبقين الجزائر قاع ما عرضوا عليها بدونهم يجين يعرضوا عليها يندي عنها اللي تباطل معاهم قاع بها ما محتاج كريتهم هم اللي يعدلوا 500 الف دولار ولا ما اعرف كم 500 مليون اورو ولا 500 مليون دولار يعني يقول عرضوا عليها دوره تبطهم بالتالي ما عرضوا. انا بدل اللي وقفت عليها الرفض البات عدل المملكه المغربيه وعدلت الجمهوريه التونسيه وعدلت ليبيا اللي جاب موريتانيا بها اللي حلق من الدول كاملين في التصنيات اللي جاي نهار الوزير الاول الاسبانولي راكب في الطائره هو الطائره وحده وتلقى لهم الغزواني هم المطار هو ضد الاوروبيه اللي جاي نحن كاتبين دعم اوروبي دعم شتم ولا اسطوريين وتلاقوا يدعمونا وركاتيا
نحن هو في صالح حد في الدعم الابيض احنا من عندنا متراسين كنا والله مؤسسين جي 5 ساهل اللي ما خارج قاعدين قالوا جي انا والله جي 2 بيدي مرقوا منه الدول مرقوا منه النيجر مرقوا منه بوركينا فاسو مرقوا منه مالي وتشاد على تشينيرتها تشاد عليها طفيل مكتول ابوه عاد بلو معدل فيه انقلاب ودوله يترشح نجاح انتخابات واحد ويترشح له واحد وكذا انتخابات اللي معليه عدل عند الحمار حكم اللي عاد جي 1 والله ما تتخارق اللي هي جي 5 اللي الدعم اللي معطينا احنا اللي اوروبا خالي خازيه المهمه ورا وخالي الجوع خالي الدهر وعاقبلها تبعات كورونا وتخلق الديك للحبه كامله بما فيها اسبانيا والبرتغال خالي الفقر وفرنسا تطمس كل شيء تقطعه ماكرون هار كل شيء رقليه ويطرد الناس اللي ساكنه في ماتياها وينقص عنها الاقامات وينقص عنها المساعدات ويقطع من هون يقطع من هون يقطع التغطيه الصحيه ويتشارك معاه هو رقلي مشي ماكرون هضر به اصلا اقتصادي ومالي كان يشتغل في الماليه نتبارك راك يقصص وهي بعد لا شغلته ويلو نتبارك راك يقصص شي كامل شافه مدلي من ميزانيه فرنسا يقطعوا به الدفع تم شتم اللي هبزوا لموريتانيا وتلاو يدعموها 500 مليون اورو اللي هي ما تلحق 200 مليار ملوكيه وموريتانيا كاع ما يفاصل فيها بلي موريتانيا ميزانيتها تريليون زايد عام الاول كانت تريليون ميتر وانا جاتني ايام جاني ايام القانون الماليه ندور نخصص لهم 6 فيديو وحده نفحصوا كامل فيها كل وزاره ميزانيه السنه وزاره السابق ذاك القطاعات الحكوميه ذاك جايين ان شاء الله ندور غير ما هو موضوع اللي خرج وركت قولوا لي موريتانيا 200 مليار ما تلحق 200 مليار اللي تعود 180 مليار من اللوقيه القديمه شمزيال موريتاني شمزيالها كاع قوار ومعطيالها لسوادي عينيها والله معطيين على خلاق محمد الغزواني الرئيس الحالي والله معطيين على خلاق محمد البلال والله ولد مقت رئيس البرلمان معطيين على خلاق من وضع وزير الداخليه ودحوذي معروف عن الاوروبيين من جاوا في الفتره العصيبه عندهم الازمه الاقتصاديه وعاقبتهم كورونا ما هم ساخين بالوقيات اللي عندهم في شيء نحن حق لنا ان نتساءل عن اللي باعت موريتانيا شنو اللي تنازلت موريتانيا عنه شنو والمشروع ذا اخبار الله الهجره غير الشرعيه ولا الهجره السريه وذا التباري اللي عدلوا الدول الاوروبيه الى يردوا الناس اللي منها ما غرق في البحر المحيط هذا تردوا مين عاد موريتانيا مهاجرين شبابها كانت خط الخلاء زاد هو في البحار وفي الغابات واعد حيط المكزيك من عاد قالبة تعتني لأولادها لا يتبدلهم بحدين أخرين لا يتم مشاوله هون دي صان يعودوا راك دي صان تر دي ديتانسيون هون يعودوا مراكز إيواء هون موريتانيا والله مراكز توقيف معلوم يعودوا راك إن كانتونات للدول الأوروبية تلم فينا محابيسها من الهجرة السرية وتودعهم نحن هنا تيا يسكنون هون ويجوا مهاليهم هون موريتانيا ما عندها الحال الحد جهة بيها اللي تركتها قالبة تعتني عليهم واللجنه اللي معدل مترأس الوزير الاول اللي الحد قالوا هم الحد من هجره الشباب بلا فايده كيف اللجان الاخرى بها ما زادت شتوت تركيا ما وقفت نزيف هجرتهم لا دفع مثلا شمال امريكا حتى امريكا تردهم كاع واللي نجبروا كامل من الشباب ونجموا معاه في كل بلد هو اللي قلنا اللي حاصلني لاباس موريتانيا مروقه الشغله ما هي خارقه من الوساطه والقرايه ما هي نافعه من في حد يقرا ما هو ظروف القرايه ما هي نافعه والشغله ما جايبتها لقزانه ما هو بالوساطه وضع دخول لي بير وترانكي فيه زمن طويل كان حد يجبر مكلف المهمه وضع يجبر وظيفه وضع يجبر مدير وضع مستشار ومعروف عن ذلك يعين ولا لاصهار ولا قارب وهذا ولد ذيك الوزير وذي متخته ويخرج جنرال ولد عمته ولد فلان ولد فلان الشباب ما عنده موطئ قدم موريتانيا حاصروا لا باس ينقال لهم انا فت الشباب لا تمشي لا يبدلوك بالهجره السريه لا تعطينا شمل فضل انت 200 مليار زايده به تريليون شي انتم ميزانيتكم لهذه السنوات 2018 كانت 500 وشي انت على 540 ولا 570 مليار ملوقيه خلاها ولد عبد العزيز هون معناها كبيره بعد لا 500 وشي وراك دوبلت حكما واذا ما طرى لكم شي في الصرف الصحي ولا طرى لكم شي في الاكتفاء الذاتي ولا في الاقلاع اللي قلت لكم تعدلوا ولا في شركه السكر اللي ما قطعوا وحل منها برات ولا قطعوا عدلت منها بكاي ولا تآزروا لكم سنوات تآزروا ولا شفنا الفقر قلاب تصدق لا نزاد مع التآزر ولا شفنا الحديث طلع هالشيء كبار من قدو ولا شفنا ذوك المعيز كان له عدد من الاكتفاء الذاتي المعيز الخامس اللي كان واقف عليهم مجموعه من 20 رقاج 20 رقاج واقف فيها وزير التنميه الريفيه انا ذاك واقف على خمس معيز نقل مقرجه دو عمل عدد من الاكتفاء الذاتي وهذا الوزير اللي كان وزير اول وعاضر كان له يعدل الحوار عقب غلبه وعاضر عليه اسم سي بي اللي كان له عدد من الاكتفاء الذاتي على خمسه اكياس من اوبرجين مجمع عليهم وجماعه 30 رجال عندي صورتهم فما تنتج منه شيء معنى راهي 200 مليار اللي تنكر بها موريتانيا المكرية بها موريتانيا شنو ثم اللي خلق اللي عدل مشاوهم بيان مفصل مكتوب بالاسبانيولي ديانو انا بعد شفته بالفرنسيه والعربيه ولا قريته كامل لا باركوريته كامل زقت لي عيني كامل كيف تقولوا جاكونا الماء هو اللي ما شفت فيه دشي فيه ولا شفت فيه شروط انا ندور الشروط
اللي مكلفه به موريتانيا شنو؟ عندنا لا يجد غنى عن 500 مليون دولار انها معطيه لموريتانيا ضعف هذه الفتره ذي الاونه في زمن تهشم وانهيار جي 5 وتصاعد الازمه الاقتصاديه ما بعد الكورونا في اوروبا. ما يدعينا ما يدعينا انه دعم كبدو كانوا دين ينقال ان الدين شنو هو؟ كان البرلمان الموريتاني واقف عليه، مع انه نعرف عن البرلمان ذاك الموريتاني قد يوافق على الكهر البواح وقد يوافق على البيع الحمر والشراء الدروك اللي فيه 150 دبيته مواليه، ونحن الموالات نعرف نتعدل من عام 1990 دولار ما قد اعترضت على شيء. به البرلمان ما مجرد نعود برلمان رئيس وجنرال مستلموا من 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 جنرال متقاعد مستلموا من مقدم متقاعد، نعرف انه ما جرد نعود برلمان قاع. يعني رجع كان دخل عليه على الاقل التسجيل. يكان بعض نسمعوا شد اخبار في الراي العام، يكان يتكلم دبيته والله اثنين من اللي قد يتكلموا لا يعودوا ما يلحقوا 20 يقول واحد من كلمته حق فيه والله كان يسمعوا شيء. هذا يبدون قاع ما خالف البرلمان. انا قاع شم دوماند يكان مثلا تساءل يكان الوزير الاول يكان قاع عالم به 500 مليون يكان الحكومه عالم به يكان المكلفين بالمهام العاديه ينعدوا بالمئات يكانوا عالمين بذا. هذه تساؤلات عندي، واعتقد ان مؤسسه المعارضه الديمقراطيه يلا تتكلم عنها ويلا رؤساء الاحزاب اللي يعدلوا السياسه وعاده يعدلوها لا موسميا في وقت الانتخابات يعرفوا يتكلموا عنها. لا رئيس حزب سياسي مع انه رئيس والله حزب سياسي تعتبر مؤسسه مهتمه بالراي العام ومهتمه بمستقبل موريتانيا. يا رب موريتانيا ما مكتفي بتوزيع مناصبها للمواليين والمصفقين وطرد شبابها شغل الهجره و و و و وتمرميد منقبينها ومزارعينها والديقات قايمه على النهر بين القبائل وبين المزارعين الاصليين وبين المنحدرين من الرقاع والرقاع السابقين. ما قدرت نحل مشكلتهم ولا نحلت مشكله ديون علي الرضا ولا نحلت مشكله مكب تفريت ولا نحلت مشكله الجسور ولا نحلت مشكله الدواء الفارغ تاريخه ولا نحلت مشكله السرطانات ولا التصفيه ولا العقدويين اللي قروا ولا عقدويين كوفيد ولا نحلت مشكله القابلات والسلك الدبلوماسي وعينوا فيها الفريق الباقي عينوا فيه ما هم منه. نهار من السفراء معينين ثلث السفراء ولا نصهم ما هم من السلك الدبلوماسي. والوزراء يتبادلوا تعيين بين اقاربهم واهاليهم. اذا ما مكتفي به عاد لا يتنازل عن 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 لا يتنازل عن عن حقوق الموريتانيين. الروايه اللي بعد عنها المغرب وبعد عنها تونس، نحن نقول نعرفوا شنو هي. تونس والمغرب وليبيا ودول اخرى والجزائر ما قدرت قاعد تعرض عليها اللي متولين هم الاوروبيين. ما جيبوا لنا احنا لا شنو هي الروايه، ما جيبوا لنا احنا شنو هي. الحمد لله تفاصيلها من هي نكذب. ولا نبقي نقول شيء ما محب من المعارضه اللي تسوقيه تمتن حجتها. ولا نقد عليها هذيك المعارضه اختي انا طبعا اطمنها خير من الموالات. به اللي الانسان يعطي الحق وحق يتبع منين يقول لنا نظام الغزواني الله حكومته عند المعدين هو الصايب وانه سليم عن فهم في روايه ما فهمها المغرب، ما فهم المغرب حكومته المدنيه ولا فهمتها تونس برئيسها المدني الاستاذ الجامعي ولا فهمتها ليبيا بأطرها وفهمها رغم المشاكل اللي فيها وعنه فهمها لا هو وفهمتها لا موريتاني يقولوا هنا من تعود مقنع عن اقتنعوا بها ندافعوا عنها الصدق. يصنعوا معارضين يدافعوا عن الموقف اللي الحق وحق ان يتبع سواء غير موالي سواء غير معارض. يعني نحن بعد ننظر اليها بعين الريبتي. اوتو ندور نعرفوا السنه هم ما بينهم ولا مين المعلومات. الاتفاق ما عرفنا شروطه شنو هي. واذا قال امين عام وزاره الداخليه ما لا اسمع صنت له كان انا صنت المقطع منه ما استفدت منه شيء سوى شنو. لا انا فيهم ولا رد لا عنده انه ما يحتاج عن موريتانيا ما يتعدلوا وعنده ما يحتاج الحكومه مبرئه عن ذاك ومنزهه. اذا نحن ما غادي ما ننزهين الحكومه ولا نبي يعود لنا. نحن شنو راكبين جابوا لنا راكبين نتكلم لا عن شنو نتوقعوا ما نعرف شيء. يقال نبغوا نعرف الروايه كانها خاطئه البرلمان ولا كانها والله كانها مفوق تالو. وكان الحكومه عالمه قاع بها والله كان هناك اتفاق بين رئيس الجمهوريه وبين رئيس الوزراء الاسبانولي ومفوضه الاوروبيه. ندور نعرف بنود الاتفاق شنو هو. ذيك التحتانيه اللي فيها الشروط على موريتانيا، المطلوب من موريتانيا شنو؟ ما هو دعم الحريات ومساهمه في ترسيخ الديمقراطيه ومساهمه في الامن الاقليمي ودعم موريتانيا من اجل مكافحه الهجره السريه والمتاجره بالاشخاص. ما ندوروا ندوروا موريتانيا هي المطلوب منها شنو اللي باع عنه المغرب وبات عنه تونس وبات عنه ليبيا. ما واضح هذا واضح. هذا ندور نعرفه وندور نعرفه ونعقبه على كل حال ان شاء الله. ندور الحكومه قاعد تقولوا لنا ياك ما تلاقوا قاعد المعارضين اللي هم على بابهم يتلاو مثلا يتوقعوه ويجيبوا شي من رؤوسهم والله من صفتهم. هذه واحدة. ثانيا سمعت حد من قيادات مشروع الإمام موريتانيا في مجموعة واتساب عندنا ناقشوا هذا الموضوع كنا. قال رواية زينة حتى قال عن إسرائيل سبب وجود أصلا أنهم مشاو أفواج من اليهود جايين من أوروبا زمن الحرب العالمية سابق الحرب العالمية الثانية قاع وندعي عنها سابقة وراها. مجوبين فلسطين هم يسكنوا فيها وتو ورحبوا بهم فلسطينيين شفت صورتهم انا.
فلسطيني يكسع ساكن فلسطيني على بابهم كيف المسلمين كاملين ما يجيهم حد خاطر كاع مرحبوا به، سواليهم يهودي وسواليهم مسيحي، حد جاي ساكن شورهم يدور فيهم الرأفه ويدور فيهم الحميه يحوزوه. وعقب تعاد اسرائيل، اسرائيل تعرف هذاك. فهم ياسر من اليهود جاوا لفلسطين وسكنوا فيها ثابت اسرائيل خالقه، جايين هم محتمين خايفين من الحرب، والله مهجرين، والله جايين من هجره غير شرعيه، واذا نحن خايفين يخلقنا موريتانيا. واذا الخوف تخوف حقيقي ومنطقي ومبني على شيء فاتخلق. نحن راك مناقبين انتكم عنهم عينهم حمد الجين راك تم تنقب معاهم، ما يمنعنا الموريتاني تم تنقب معاهم. عندكم عندنا عمالنا هون في الدسرة بوزاتنا والله بلومبياتنا والله اللي يعدلون من وزري نجارينا والله عمالنا اليدويين والله معلمينا في المدارس الحرة والله اساتذتنا في المدارس العمومية. اذا عينهم في الجهة مدة تم تنافسوا في الشغل والتشغيل، من يعاد الشغل والتشغيل ضعيف موريتاني انتم هذا ينخرصوا ابعاده كاملة. ما احنا ماشي عند موريتاني تدخل في اتفاقيات وتعود مكانتها اقليميا ودوليا، ولا هي اللي خارجه لها يقال على الشيوخ وحبر على ورق واضح، ولو شيبات عن الدول الاخرى تقول موريتانيا. موريتانيا ما عندها تنكر 200 مليون اورو ولا هي زايده ميزانيتها هناك. موريتانيا مشكلتها في التسيير، عشان مشكلتها في الحكام الراشده اللي كانت تجري لثلاث سنوات ميزانيتها وخلاصات معلمينها واساتذتها وجنودها ب 540 مليار، واقع عندها مليار و80 لا طرشي طرا ولات ديار الكبارات في الصكوك وفي تركيا والقصور في تركيا وفي الصكوك وفي امريكا وفي دبي والعمارات اللي انشرا والايبان الكبيره اللي ما هي محلوبه ولا هي موكوله والوتات الزينات اللي يبادلوا واقفين في الديار مناورين فيهم والذهب والامور اللي مكدسه اللي لو طلع الموريتاني يمشي. من ضعفت الميزانيه طلع لها اعتبرني عندي 500 مليار من تنزاد بها اللي وعد الله ذاك مولي وعد الله. هي مده ما زادت لها شي 500 مليار ناتجتها هي من نفسها. والعاد الاتحاد الاوروبي اعطاكم 200 اعطاكم 500 مليون اورو اللي هي اقل من 200 مليار مملوكيه. الشعب الموريتاني اعطاكم اسمع 100 مليار، انا الواد الفينانسي عندي اللي جاتني امس واتسابهم. قانون الماليه 2024 الشعب الموريتاني اعطيكم اسمع 100 مليار تنقبض من ظهوره، تنقبض من مولات كسكس ومولات طابله ومولات تاكسي، تنقبض من هنيت وتنقبض من اخلاصاتنا، رواتبنا الاساسيه رواتبنا الخامه رواتبنا الاجماليه. معه بالمنجي الشعب الموريتاني هو اللي اعطيكم الرئاسه معاه، اعطيكم الحكومه، اعطيكم مظاهره وساكت عنكم ومتنازلكم عن حقوق. ياك تسيروا امورهم وياك تجيبوا لهون الهجره السريه، سكنوا لهون يجيبوا لنا شرب الخمور وانتشار الفاحشه في نواذيبو وفي الزويرات والوقوف المبديات هون تعلم اولادنا وكيل المخدرات استهداف المخدرات في المدارس وبيع الرذيله في موريتانيا ومجيب السيده ولا اعرف عنهم اذا ارتدوا لكم هون المهاجرين غير الشرعيين، فرض عليكم تبنوا لهم ديار يسكنوا فيهم، فرض عليكم توفر لهم الترفيه وتوفر لهم الاكل والشرب وتوفر لهم الامور كانوا يدوروا تم وجوه هذيهم اللي كانوا في الدول الاخرى وصارهم اللي كانوا هاربين عن درجهم هنا ويجيب لكم ذاك جايب لكم معه. موريتانيا دوله مفتحه وبقوا تعود مفتحه ودول مواسيه وعندها اتفاقيات وياسم الدول ما تقبل عندهم فيزا من الدول الافريقيه والدول العربيه يا غير مولي الله مضبوط معروف له شيء عن انعكاسات على الشعب الموريتاني. الشعب الموريتاني عنده 40 الف 50 الف منقب واحلى في روسها اللي منها ما طاح القيلان ومات فيهم مضايقين هم انفسهم بيناتهم ولو متنظمين جاب ناس المشاكل لا يجون واحدين اخرين تو يناقبوا معاهم من جديد ويجيبوا لهم الامراض ويجيبوا لهم الكوارث. سوقنا ما فوضوي وسوق السلع اللي عندنا فوضوي والعماله ضعيفه والصفار فرض ضعيف لا يجون هم اللي واحدين اخرين من خارج يدخلون الامور اللي هي. ايوه يلا ينتبه له. وانا مطالب الرئيس محمد الغزواني عنه اولا يامر باعلان الشروط الحقيقيه للراي العام، ثانيا يتراجع عن هذه الصفقه اللي هي اذا عاد صفقه اذا عاد فعلا صفقه الدعم انا موجود لي الدعم اللي في ذا الوقت اللي هو موجود لي اذا عاد هم اللي مو حق لا يشدوا دينتهم يتراجعوا عن هذه الصفقه 500 مليون دولار 500 مليون اورو ماتوا جبروها لا يعودوا يتنازلوا عنها يردوها للاوروبيين ما عينهم فيها ما عيننا فيها ما عيننا فيها ولا ندور الهجره السريه ترجع لنا هون ترابنا هذه. كافينا المشاكل اللي نحن فيهم كافينا المشاكل اللي احنا فيهم من الديمقراطيه الفاسده ومن الحكم العسكري ومن حكم الجنرالات وتبادلهم على السلطه ومن انحطاط المعارضه ومن انحطاط الطبقه السياسيه ومن فشل ومن ضياع ومن فشل مؤشرات الحياه الكريمه ومن تراجع جميع المؤشرات الجيده ومن عدم قله ومن كثره الفقر تفشي الفقر وتفشي البطاله وهجره الشباب وضعف التشغيل مؤشرات التشغيل وقله الاكتفاء الذاتي في يسوق شنو هو كافينا معينا ندير عليهم اللي تحمل مباريات ترد هنا تجاه اوروبا لعف السيل اللي ترد اوروبا من الناس اللي جايتها وكارثه نحن عليها بشيء لين نزقلوا قدو 20 مليون مره وشي نقعدوا ما تينا عندنا حل غير سي نورمال مده زهدت في شبابها خلات فيك تحط الخليج شلون امريكا شلون المكزيك شبابها وشاباتها
زادت فيهم وخلاتهم يكدوا خط رخله ولا شاقلتهم ولا اعطاتهم حقوقهم ومد دوبيه ميزانيتها ولا اعطتها شيء طبيعي عنها انها تزهد فرضها وعنها تتنازل عن شيء ابن المغرب يتنازل عنه وبات تونس تتنازل عنه وبات ليبيا تتنازل عنه. اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم ان كان هذا منكرا اللهم ان هذا منكرا انكرناه. ورانا طالبين رئيس الجمهوريه محمل المسؤوليه الشخصيه بانه يوضحها للتاريخ وللراي العام ويتراجع عنها ما حد مدروك. ولان دور الاوروبيين يعطونا 500 مليون اورو والشيء اللي يعدل هذه وخا البرلمان ياك يناقش فيه نعرف عنه ما ولا يبلوكي شي دور الحكم يهرع عليه وخا به اللي البرلمان معدل لا كاع. البرلمان بالنسبه لي انا خاسر ومعدل لا ياك تم يوخا عليه كل بدقيه كل موبقه جات وخا ما لا يرصد في قانون وقفوا عليا بعد ننتخب. به اللي مجوره فيه 150 بيت من القبائل ومن العشائر من اصحاب السوابق ومن الناس اللي عندها مشاكل شخصيه ومن الناس اللي ما قد تكلمت فيها شيء لا تحضر عدد المأموريتين ما قد تقبل الكلام مره واحده. وفي شيء ما عنده فكره لا يفاصل بين القانون المرسوم مدير لا دكتور مدير ومغير نظام الداخليه ياك ما تدخل فيه مداخلات ياك ما تدخل فيه لجنه التحقيق به اللي كانت مجرى لعبد العزيز واصحابه يصفوا بها سياسيا راهي ما عدلت لا تتقشمي فيها لا تدخل لجنه اخرى حتى الى عدل غزواني من دخل ما لا تدخل فيها لجنه يكون لجنه دورهم رغم ان يجي نظام واحد يعدل لجنه الغزواني من حق عنه وهكذا وانتم احنا في النوع عندهم ما هو بعد برلمان ما هو برلمان حقيقي غير بعد يوخوا اذا كان نسمع شد اخبار في الراي العام تو وهذا هم عندنا من الانتخابات الرئاسيه سوى تخرج وما تخرج جاي وهم عندنا من كل شيء به اللي يتعلق بالحوزه الترابيه ويتعلق بالامن القومي الموريتاني ولا فيه جوقة ويظل الناس انتبه له والمعارضين والمتشدقين بالراي واصحاب الراي والفاهمين والفهامه والعلماء والعلامه ومجلس الفتوى والمظالم والسمو التراب يلا تم يتكلموا في الموضوع ذا وبيه اللي هذا قد خطير جدا والله من اللي يوضحونا اللي يوضحونا السيد الاخ الكريم امين عام وزاره الداخليه ما وضحنا فيه شيء يعطي يعدلون توضيح وضح منه يعطوه هو المعلومات يوضحون معلومات اللي فيها الشيفر شي ما فيه الشيفر ندور نعرفه سؤال بسيط ذي 500 مليون اللي جايبته المفوضة الأوروبية راكبة في طيار واحد مع رئيس الوزراء الأوروبي ماشيين هو جماعتهم الأوروبيين منين باع عنه المغرب وباع عنه تونس وباع عنه ليبيا الرواية شنو ذكرته شنو هو المجوب نحن مقابل ايش؟ كانوا سلف إلى عاد سلف يعطيوه خالد البرلمان إذا كانوا عرية يعلمونا بها إذا كانوا معاطين بالأخلاق الرئيس ذي الشروط اللي دورش نحن نعرف عنهم جاي نحن متوقعين 99% انه اخبار الهجره السريه والهجره غير الشرعيه وندور وذيك نحن موريتاني ما عندنا الهشي ما عندنا الهشي ندور نحن حوزنا الترابيه وندور شعبنا ينعم بما امكن ان ينعم به من خيراته وندور منقبين يعدلوا تنقيب صالح وندور عمالنا ومهنيين يتعلموا ثم يعدلوا سوقنا نحن هون المحليه لا يتموا شنو وحدين يتغلبوا عليهم يقلعوا منهم قوتهم اليوم في تقصيات وفي بيع اللحم وفي بيع الحطب وفي بيع التيو وفي البنيه وفي الامور اللي هي الشعب الموريتاني يفصل هو في عمالته وفصل هو في شغلته وفصل هو في فرضه وفصل هو في تنقيبه ولا هو عاطيه لحد اخر تو واذا عاد خارج شيء يعلن انه يوخر البرلمان كان نسمه هيك الشيفر اللي هي ندور الشيفر ولنا عودة ان شاء الله ما لنا نحن لين يرتفع عني حظر البث لين عدل فيديوهات خاصه باللي قال له قانون الماليه 2024 نعت لكم الحكومه الموريتانيه بقياده الرئيس محمد الغزواني وبتواطؤ جميع المؤسسات الوطنية وتواطؤ جزء كبير من المعارضة كيفية توزيع ثروات الشعب الموريتاني اللي 70% منها مقبوضة منه من 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 مقبوضة كضرائب من هوفته كيفية توزيعها على القطاعات الوزارية وكيف تستخدم في خلاصات مكلفين بالمهام والمستشارين وشراء فيويتات والمشي في ميسيون وبيرديومات ومقارنة بخلاصات العمال واكتتاب الشباب مقارنة بالقدرة الشرائية اليومية وزيادة كزوار ب 30% وزيادة أسعار الخضروات والفواكه وانعدام الاكتفاء الذاتي وعدم استغلال الأراضي الزراعية الموريتانية وعدم توصيل الماء ورداءة خدمات الماء والكهرباء ورداءة الإدارة وسوء التعيينات ودناءة المعايير اللي يعين على أساسها ويرقى على أساسها هذا كان من دون نجرده لكم إن شاء الله انطلاقا من القانون المالي اللي وصلني أمس من دون بدأنا نجرده لكم شكل حلقات إن شاء الله تعود قصيرة أقصر من هذه هي إلا 25 دقيقة ونفصل لكم ميزانية وزارة التجارة كم وزارة العدل كم وزارة الصحة كم ولماذا كم وفاش مرقت وندور نشوفه تحديدا ونراقبه إن شاء الله تعالى حياكم الله والله يوفقنا يوفقكم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.